بكيتش وانا لاعب خالص، لكن بكيت وانا مدرب، بكيت وانا مدرب بعد وصلنا لكاس العالم في 2017. المره الوحيده اللي بكيت فيها الحقيقه وقت ما محمد عبد الوهاب الله يرحمه توفى، ماتش مصر وقرات، ماتش قرات اتغلبنا فيه اللي انا طردت فيه طلوع ماتش انجلترا، مش مصدق، مش متخيل ان احنا طالعين من كاس عالم. بكيت في الاردن، كان والدي كان متوفى وانا في عمان، وكان بعدها بشهرين اخر مباراه نتاهل بها لاسيا اللي هي تاهلنا بها مره، كنا بنلعب ايران، ومكسب ايران خلاص اهلنا. كان لسه عندنا كوريا الشماليه، حتى لو اتغلبنا خلاص اتاهلنا. يعني كره القدم عالم قاسي، والقسوه بتاعته بتيجي ان انت ساعات بتبقى انت اللي عامل كل حاجه للفرقه، ولما تقع محدش يقف معاك. بعد ماتش المغرب انا بكيت، بعد ماتش المغرب من كتر السباب اللي انا شفته، ومن كتر بعد الهدف طبعا اللي ضيعته. اكيد انا من النوع الصعب ان انا يعني ان انا ابكي او اعيط، دي مساله صعبه جدا جدا بالنسبه لي. يعني انا فاكر حتى لما خرجنا من كاس العالم في مضمان، يعني 90% كانوا بيبكوا جوه الاوضه، وانا كنت في حاله اللي هو انا بقول لهم الموضوع انتهى، هنبقى ابطال افريقيا 2010.